بندور على اي حد نعمل معاه لقاء. ومعانا واحد اهو عشوائي. طب كاني ماشي معرفكش. انا الاول كده. لا انا عارفك انا عارف. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات على افكار جديده عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا في شركه كاريو ميديا وعايزين نعرف راي حضرتك في حوار التليجرام. طيب حضرتك بص بالراحه كده، هو الموضوع من الاول انا كنت بكلم اربعه، اوكي؟ اول واحده ما رضتش تكلمني عشان صوتي متغير، تاني واحده قالت لي انت اخويا، تالت واحده عشان انا مش شايل ايفون، رابع واحده عشان مش شايل 5 جنيه في جيبي. العيب مني ولا منهم؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا ما فهمتش منك حاجه اولا، بس مش عارف ايه علاقه الكلام ده بالتليجرام. يعني انا مش فاهم، انت شقطت كام واحده بالتليجرام؟ مامت ده. انت بتتكلم بجد ولا ده حصار؟ وحياه امك اللي كلمتها برضه. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخبي موس في بق ليه؟ شعر دقن بيطلع لجوه. ما ده صوتك؟ اه ايه بس؟ اه ازاي ده صوتك؟ خلقت ربنا. انت معلوب في السيتنج بتاعك، الاعدادات بايظه خالص. ايه علاقته ده بالتليجرام؟ ما هو ده سبب المشكله كلها. لا صعبت عليا. يعني انت ما قلتليش برضو ايه رايك في التليجرام؟ حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. شكرا.